أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرح من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله جبنا لحضراتكم عربية شيفروليه دباجة موديل العربية 2009 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بنزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2009. العربية فيها باور، العربية فيها سنتر لوك، العربية فيها زجاج كهرباء، العربية فيها جنوط سبور، العربية فيها كمان كاوتش جديد، العربية فيها فوجات شبورة، العربية فيها وحدات رفع، حالة الموتور والعفشة بحالة ممتازة، العربية فابريكا برة وجوة بدون جرام بوية واحد. صاحب العربية طلب السعر يكون من خلال التواصل، يعني حضرتك هتتواصل معاه من خلال الرقم التالي وهيقول لك على سعر العربية، لأنه بصراحة مرضاش يعرض يقول لنا على سعر العربية، ولأن العربية بصراحة حالتها كويسة فقلت أعرض العربية لحضراتكم للي عايز يشتري العربية. سعر العربية هنقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحب العربية على رقم 031-33-8229. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031-33-8229. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.